ونحن لا نستطيع أن نقرأ في ظل هذه الظروف، وكذلك بالعشرات بل بالمئات لا أبالغ من المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات. هل يجوز أن نعلم الطلاب؟ هل يجوز أن نساعد الطلاب في الأجوبة؟ هل يجوز أن نسرب سؤالاً أو سؤالين للطلاب وهم في هذا الظرف الصعيب وهذا الظرف في هذا الظرف العصيب وفي هذا الظرف الذي فيه نزوح وتهجير وعدم الاستقرار الأمني؟ فأقول وبالله التوفيق إخواني، إخواني الطلبة، أبدا لا يجوز الغش أبدا بأي حال من الأحوال، وهو حرام ثم حرام ثم حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حديث يرويه الإمام مسلم: من غشنا فليس منا، أي ليس من أمة سيدنا محمد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعله من أمته. والغش بأنواعه: الغش في السوق، الغش في البيع والشراء في السوق، الغش في الامتحانات، الغش في أي مجال من مجالات الحياة. فمن غشنا فليس منا، ليس من أمة سيدنا محمد. أما أيها الشباب وأيها الطلاب، أنا أعلم البعض ربما يضوج والبعض ربما ينتقد كلامي، وأقول لا يا أخي الكريم، ثق بالله، نحن أمة التطور، ونحن أمة الازدهار، ونحن من نعلم البشرية جميعا الحضارة والذوق والعلم. فإذا كنت من الابتدائية أو من المتوسطة أو الإعدادية أو الكلية، لا تنجح بعقليتك ولا تنجح بجهدك، فماذا تحدث وماذا تحصل؟ وأي منصب وأي منصب تأخذ عندما تكبر أكيد سيكون مردوده سلبي على المجتمع العراقي وغير العراقي. ولهذا أقول: لا يستوي أخي الطالب الذي يقرأ ويجتهد ويأخذ درجة بسواعده وبتعبه، وأنت الذي لا تقرأ ولا تجتهد وتعتمد على فتوى تخيلها لنفسك أن الظرف نزوح وتهجير فيجب أن أغش، وتأخذ نفس درجة هذا المسكين اللي يقرأ. هذا ظلم لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. إذن الغش لا يجوز أبدا، والغش حرام أيها الأحبة. وكذلك أنصح إخوة المعلمين، ومع اتصال. نعم تفضل أخي، أخي خالد تفضل. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، دوم إن شاء الله صحة والعافية. شيخ أنا نازح من محافظة الموصل العربي. نعم. يعني شوف شيء، يعني يجون، يعني أم كردي يجون علي شيء، يعني قرايبنا شيء، الزلمة كبير يبوس إيده. أنا صراحة ما بست إيدي عن الزلمة الكبار، هل هذا حلال وحرام؟ سألت أحد يعني الكبار عندهم غادي بأبي، قالوا هذا احترام وتقديرنا للزلمة الكبير. هذا يعني شيخ يعني اسمع منك، تقبيل حلال وحرام؟ تقبيل اليد حلال وحرام؟ نعم تسمع من الجواب. شكرا، حياكم الله. مع اتصال آخر؟ ما في اتصال؟ نعم. إذن كذلك نصيحتي إلى المعلمين والمدرسين والأساتذة في الجامعات والكليات، أقول بأي تبرير وبأي شرع وبأي عقل أن, 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 أن يعلم الطلاب أو تسرب لهم الأسئلة؟ وهذا لا يجوز، هذا فيه ظلم، أولا فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وفي الوقت نفسه فيه ظلم، ظلم للمجتهد، ظلم للذي يقرأ. أنا أستغرب أيها المدرسون، نعم تعاطفوا في مع الطلاب في الأسئلة أن تكون ربما فيها شيء من السهولة، تعاطفوا في إيجاد مكان بارد وهادئ ووسائل الراحة للطلاب، نعم تعاطفوا في أمور اللوجستية مثل ما يقولون في تهيئة الامتحانات، ولكن لا يجوز أن تسرب الأسئلة أو بعض من الأسئلة إلى الطلاب. معي سؤال أخي درشاد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله. الله يحييكم ويحفظك الشيخ. برجع عندك بس سؤال. تفضل أخي، حياك شيخ. هسه عمري تقريبا صار 30 سنة. نعم.
بحياتي ما صليت، يعني لا صليت الجامعة ولا بالبيت. نعم. وصراحة كان قبل عليها كنت ببغداد عليها مديون كثيرة، وصراحة ساعد ما ببغداد وما أعرف شنو في الناس ما أعرفهم، اختلفت الأسماء والعناوين. نعم. طب على هاي يرحم والدك. أخي الآن ماذا تنتظر أخي درشاد؟ ألا أنا الأوان لك أن تصلي؟ يعني أتمنى هذا اتصالك يكون بركة لك ويكون يعني فتح من الله عليك، فأذكرك أما أنا الآن تنزع وتخلع وترمي كهل الشيطان من على كتفيك وتقول أنا مطيع للرحمن وتصلي تعاهد الله سبحانه وتعالى؟ قصدي شيخ يعني أشن درشاد، قصدي شيخ بلا زحمة يعني أشن أصلاً 30 سنة راحت أشن أوفيها بالصلاة، وزين الناس اللي يطلبوني كانت فلوس مبالغ وكذا، اختلفت العناوين وبهاي الأوضاع شلون أوفيهم على هذا أولاً أنت هسه سؤالك شطرين، أولاً الصلاة لا بد لك من أن تصلي والعياذ بالله، يعني أنت على خطر كبير إذا لم تكن من المصلين. أخي كيف تعمل معك؟ كيف تعيش؟ كيف تأكل؟ يعني هل يعقل رب العالمين يرزقك وأنت ما شاء الله يعني في صحة وريعان شبابك وتقول لا أصلي؟ أنصحك بالصلاة أولا. ثانيا أخي الديون يجب أن تعرفهم، لازم أن تعرفهم أخي، يعني فأصارت عقلك أصارت ذهنك، اجلس مع نفسك حاول أن تصل إليهم، فإذا لم تصل إليهم أخي قدر الأموال المطلوب بها، أنت قدرها أخي إذا ما قدرت توصلهم. الشيخ أعرف أش قد مقداره بس تمام. ما أعرف الناس اختلفت الموازين. ماشي اسمعني أخي اسمعني، تقدر الأموال، أمامك خيارين، إما تعصر نفسك وذهنك وتعرف وين توصلهم، وإذا يئست من هذا الأمر أخي تجمع الأموال كلها وتتصدق بها على مرافق عامة، يعني إلى المساجد، تتصدق بها إلى دور العلم، دور القرآن الكريم، دور العلم، دور القرآن الكريم أخي، أو المساجد تتصدق بها إلى هذه الأماكن الثلاثة. الشيخ بالنسبة للطلب من أبدأ صلي اللي فات راح له يعني؟ لا عليك قضاء أخي، عليك قضاء ما فاتك يجب أن تقضيه. تقدر أنت بلغت 15 سنة مثلا، عليك 15 سنة أخي، انوي أنه تقضي، انوي في اليوم صلي يعني ما عدا أوقات الفرض الخمسة صلي فت 5 أوقات 10 أوقات أكثر من هذا الوقت بما تستطيع، والله سبحانه وتعالى لا سامح الله وطال الله في عمرك، حتى لو جاءك الأجل فبإذن الله تعالى أنت على نيتك أنك تريد أن تقضي، فأقضي أخي، ونريد الأسبوع القادم تتصل بينا وتقول أنا من المصلين القائمين. وبارك الله بك وبرنامجك طيب. حياكم الله أخي، حياك الله أخي. اتصال معي اتصال آخر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ من معي حياكم الله؟ شلون صحتك؟ قاسم من سامرة. حياك الله أخي قاسم من سامرة تفضل. الحمد لله. شيخي عندي أمانة يم خوي. ايه أمانة 10 ملايين استلمناها من الصرافات. نعم. وخلتها يمنا. نعم نعم اسمعني شيخي. اسمعك نعم. فالأمانة جيت لداخلها قال لي مالك أمانة يمي. نعم. وعندي شواهد وحلف كلامه وبالجامع وكلها. نعم. راجعت لك عمي اخوي عزيزي ما فاز، قال انا افلس يمين وين ما تريد، والفلوس مالاتي والله امانه يعني 10 ملايين عليها شهود، حلف عليها قران بالجامع وكلها. عجيب، لا حول ولا قوه الا بالله. اخي عليها شهود. اخي هذا اول شيء هذا اثم وفي اثم كبير. اخي انه يقسم على القران وانت تقول اني منطي 10 ملايين، وأنا حقيقة لو كنت أنت فعلا مطيع 10 ملايين عندك شهود برأيي أخي أن تأخذ المجرى القانوني أخي، هو الآن آثم أخي خلاص يعني، فبما أنه لا نصرف الشيخ. نعم يعني نعم الرجل مكلمني لي ولا 20 مليون لي 10 ولا 10. أي انطاك 10 مالتك؟ لا ظلت يمه ويقول لي مو يمي. يعني هو يقول مو يمي ما إلك شيء، لو يقول انطيني مجال وانتظرني يعني. لا قلنا لا اذا ما عندك قول ما عندي اصبر لك، ايش تريد انا حاضر، قول عندي هالقد مبلغ انطيك وهسه بعدين الباقي ما فعل. اخي اسمع مني الجواب اخي، امامك خيارين اخي،
إما أن تحرك عليه وجهاء المنطقة أو من يستحي منهم أو من يخجل منهم، إن كان شيخ عشيرة أو شيخ جامع أو عالم كبير، بالتي هي أحسن، حاول معاه بالتي أحسن بدون مشاكل، مرة مرتين ثلاث مرات. بعدها أخي لك الحق أن تأخذ مجرى القانوني، المسألة تأخذ مجراها القانوني أخي، وتأخذ حقك، وهذا حقك أخي. يعني ما عندي مشكلة عليه بالقانون. شهود عندك أخي اثنين، أنت مو تقول عندي شهود؟ نعم عندك شهود أخي، وتأخذ شهودك وتشتكي. شهود القانوني وشهود شاهد بالصرافات. يلا أخي، هذا الموجود أخي، أما تتحرك عليه بوجهاء أو تشتكي عليه أخي وتأخذ شهود عليه. حياكم الله. اتصال معي، تفضل، من معي؟ ألو، حياكم الله أخي ولا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولا قناة سامرة ولا كل السوامر. حياك الله أخي والنعم. نعم. أنا من محافظة سماوة، سابقاً كنت عايش بالبيجي. ما شاء الله، حياك الله. الله يسلمك. أنا متزوج ستة، ستة على ذمتي هسه. متزوج نساء ستة؟ ستة، ثلاثة من البيجي. نعم. أجبوري وعمام مجبور انطوني. والنعم. إيه. وحدة لا يزيدية، وحدة لا كردية، وحدة لا من السماوة. وستة على ذمتك الآن حجي؟ ستة على ذمتي، بس الثلاثة هسه صارت هاي الأحداث وصار تعرف الحكي طائفي فخذوهن، بس أنا هن يردن وأنا أريدن، وكل واحدة على ثلاثة واثنين. طلقتن لو لا ذن الثلاثة؟ لا لا ما طلقن لو موت، بس هم هسه يقولون احنا حتى لو ما طلقن نزوجن. بس أسألك سؤال، أسألك سؤال حجي، شلون اذا شويه يعني ما اردح. حجي اسالك سؤال، اسالك سؤال، انت قارئ قران لو لا؟ ها، قارئ قران لو لا؟ انا شيخنا احكي لك الصراحه. اي اختصر لي، لان البرنامج عندي اتصالات كثيره. اي نعم، انا رجل امي ورجل يعني الباديه وحلال اخي ادري. امي ما تحضر جمعه حجي؟ ما تحضر جمعه؟ جمعه ما تحضر يا خطيب يا محاضره؟ سامع شلون انت ويا دير عايش؟ انت في بيجي، بيجي عامره بعلمائها ودعاتها ومساجدها. بيجي عامره هي واهلها والنعم من بيجي وكل تراب بيجي. ايه؟ بس انا ما اقصد لك على الوضع، بس احنا اهل حلال ويوم. يا اخي ادري، انا اريد اوصل لك النقطه حجي، كيف عندك ست نساء في ذمتك والشرع حلل لك بس اربعه؟ شنو هذه السته؟ يا عشيرة حللت لك إياها، الأفندي شيخ العشيرة مالتك، لو جبور هم حللوا لك إياها في شو اسمه، لو شنو شلون حللوا لك إياها ستة؟ شيخنا اثنين فصل. إيه اثنين فصل، زين، هاي يعني زواج. ايه المهم، إيه هاي صار نزاع عشائر ايه هاي سؤال في العشائر، هاي التعبانة مال الفصولات بالنساء، يعتبرون المرأة ايه كذابة يفصلون بها، ماشي. هاي اثنين، والأربعة الأخ والباقي انا على ذمتي ذني، بس ذني جن السنين حجي. اسمع مني جواب حجي، اسمع مني جواب حجي، يقول يا الله واتقي الله، والرجل يحل له ان يتزوج اربعه فقط، فيجب ان يبقى اربعه. خلينا نحكي لك جلف، انت وين تسع فصيحه ذات الجمعه ما حاضر، انت لازم بذمتك اربعه فقط، ما يجوز سته. شلون يصير حجي بيا زمن عايش انت؟ يا اخي العزيز الله يخليك وبدو اروح لك، بس خلنا خدمك. اي انا طولت على البرنامج، انا قلت لك ذني اربعه على ذمتي، ذني ما اخذهن مو مشكله، بس ذني قال فصل وقال الا لو تاخذي لو يصير يعني صار نزاع وكسل وصار تعرف التايلس، فاحنا بابة عرب ان اصلا الصلاه ما يصلنهن. على كل حال حجي، يجب ان تطلق او تفرق اثنين ويبقى اربعه في ذمتك لازم. والجهال الاطفال وين وديهم؟ الجهال يعني ادري، وعندك اطفال من السته؟ عندك اطفال من عندهم؟ كلهم ستتهم يعني أسأل، عندي 23 عام. إيه وين عايش حجي أنت؟ يعني ما دا أفهم، يعني إحنا في بلاد إسلامية عايشين لأن الأمور المادية خير من الله، ما له علاقة بالمادة حجي، بس اسمعني من ابنك حجي، اسمع ابنك، اسمع ابنك، أنت تريد رضا رب العالمين لو لا؟ أدري على شو
شلون اتصلت بي؟ اها اتصلت بي، يجب ان تبقى في ذمتك بس اربع نساء، ما يصير حجي والابناء البقيه يظلون يمك. الجهال، الجهال خلاص حكمهم اما صغار يبقون يم الام او كبار يخيرون بين الام والاب، يعني يبقون يمك يبقون يمه حسب اتفاقكم انتم يعني. بس النساء حجي حرام اكثر من اربعه، الك حق اربعه، اجبوري غير اجبوري عشيره ما اعرف ايش، احنا مسلمين وعندنا قران وعندنا سنه. والله شيخنا وحل لكم ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. واحد من السوامره قال لي ما قلت له اول عد الست انا شو اللي بالسابع ما لي تشوفون ايش. لا لا حجي حتى الموضوع يكون جد. انت حجي اثم، انت اثم الان وهن آثمات كذلك وياك الاثنين اللي جني ورا الأربعة، أي اثنين جني ورا الأربعة ما أعرف آثمات، فليسمعني كل الناس وأشهد الله أنك آثم ويجب أن تطلق اثنين تفارق اثنين وتبقى أربعة في ذمتك حجي، وإلا أنت على خطر. نعم حياك الله. معي سؤال؟ يعني حقيقة إخواني يعني نعم نحن مجتمع مسلم، يعني مجتمع فيه القوميات، ولكن مهما نبتعد من الدين ومهما لا نحضر الشعائر الدينية إن كانت الجمعة أو المحاضرات أو محاضرات رمضانية أو الأعياد، ولكن الإنسان يتوارث بعض العلوم الشرعية من آبائه من أجداده من مجالسه العامرة الدوام بعض الدواوين وغيرها. يعني أنا لا أفهم حقيقة، يعني أخي السائل وين يعيش؟ يعني إن كان في بيجي مدينة الدعاة وفيها العلماء وفيها الحركات الإسلامية العامرة وفيها الشباب المسلم العامل الملتزم، وإن كان في محافظة المثنى أو في البصرة أو في أي محافظة محافظات العراقية، لا يخلو هذه المحافظات من ناس يعلمون يهذبون يرشدون. يعني أما عرف أن الإسلام يحلل الرجل أربعة؟ أما ما هذا الاستخفاف بالمرأة؟ والله خذت اثنين بالفصل؟ عفوا هل هي حيوان أم هي دابة؟ وهذا المجتمع اللي يريد من عنده يزدهر؟ نعم معي اتصال؟ نعم أختي عبير تفضلي. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا أختي، عليكم السلام. شيخ أنا عندي حصوة بالكلى، التهاب بالكلى، هل يجي أصوم رمضان يعني أقدر ألاقي المستشفى؟ أختي عبير الدكتور إيش قال لك؟ قال لك ما تقدرين تصومين، لازم تشربين مي دائما. إي لازم دائما أشرب. تمام إذا أنت معذورة وممكن أنه ما تصومين رمضان، ومن أجل العلاج والمي بالذات صاحب الكلى. نعم. وعليك كفاءة، عليك فدية راح تدفعين يعني. المبلغ اللي لازم أدفعه؟ يعني ممكن تاخذين رقمي الخاص ولأناقش فكري وأناقش بعض المشايخ كي نتفق على مقدار الفدية ومقدار الكفارات لهذا العام بإذن الله تعالى. ممكن حتى في الليل أو المغرب تتصلين بي، ماكو مشكلة، أخذي رقمي هنا. بس المهم أنت معذورة، لا صيام عليك إن شاء الله. حياكم الله. ستة. نعم تفضل. من معي؟ أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ الحمد لله. من معي؟ هلا سمعت فراس عيون من ديالة. حياك الله أخي فراس تفضل. أبيك حبيبي شلونك شيخ؟ أنا الخير الحمد لله. شلون صحة شلونك أمورك؟ والله أنا بخير الحمد لله. شيخ بس سؤال مو زحمة. إي نعم تفضل. حياك الشيخ، أنا بتزوج وين ما أمشي شاطي ما ذات الهم. إي اي والله انا ماشي ما كرم سبحان الله يصير التخربط. ايش قد عمرك فراس؟ هسه عمري راح يصير كم 30 29 سنه. يلا 30 29 سنه. اخي فراس يعني الان تردنا اسئله كثيره من ضمن اسئلتك من مثل هذا السؤال، انه البنت تقول انا لماذا لا اتزوج، احتمال معمول لي سحر، والولد كذلك. يعني انا اتمنى ان لا يكون عندنا تحسس من موضوع السحر كثيرا. يعني الزواج هو رزق اخي، هو قسمه ونصيب مثل ما هو رزق اخي، يسوقه الله إليك ثق من حيث لا تشعر يعني، ويسهل الله لك هذا الأمر. فأخي حاول وابقى حاول وأخذ بالأسباب، وبإذن الله تعالى يرزقك الله زوجة صالحة بإذن الله تعالى. أخذ بالأسباب ظل. حياك الله أخي فراس. نعم معي عالية من ديالة. هالة من ديالة. الحمد لله أختي هالة حياكم الله.
حياك الله ما شاء الله عليك، الله ينور طريقك ان شاء الله وسدد خطاك جميعا امين يا ربي. شيخنا بس بدون ذبح سؤال. اي تفضلي. شيخنا انا امتحاناتي برمضان، يعني انا امتحاناتي كنت 14 ساعه. نعم. فيعني شلون يعني انا امتحاناتي انا بخط بالسادس اعدادي، فيعني اقدر ما اقول مثلا انه اقدر يعني اقضيها ورا رمضان او شلون لازم اقوم يعني ما اعرف. اسمعيني هاله اختي. حقك، أسأل الله تعالى أن يوفقك في الامتحانات وتنجحين ودرجة عالية يا رب إن شاء الله. الله يسلمك. وأنت حقك يعني تبحثين عن وسائل الراحة بالذات في رمضان على مود القراءة، وأدري به جهد، ولكن القراءة والامتحان في رمضان ليس عذرا لترك الصيام أختي أبد، مو عذر لترك الصيام، وعليه أنت توكلي على الله وصومي، انوي السحري صومي، فبالنهار إذا قدرتي تستمرين خلاص بها ونعمة، استمري إلى المغرب يعني الصيام تمام. أما إذا شفتي غلبك الجهد ولا سامح الله ربما أعراض على الجسد أو على النفس صار، لا بس بذاك الوقت تفطرين يعني إذا شفتي نفسك انتهيتي تماما ما تتحملين بعد يعني. ماشي؟ يعني شوف لازم أصوم ما تصومين؟ نعم، بس شنو في النهار إذا غلبك الجهد وإذا شفتي نفسك يعني وصلت مرحلة أنه لا سامح الله يغمى عليك أو تتأذين يعني جسديا أو يعني أي عاهة لا سامح الله، ممكن أن تفطري يعني ماكو مشكلة يعني تقضين يوم. شكرا شيخ ما شاء الله عليك، الله يوفقك إن شاء الله. حياكم الله. شكرا جزيلا. حياكم الله. أختي شيماء من ديوانية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. بس الصوت أتمنى الكنترول يساعدوني، الصوت غير واضح بهدوء والصوت عالي شوي، اسمعيني من التليفون يعني. نعم تفضلي أختي شيماء. ها تصلين وتقطعين؟ نعم. تري شنو السبب أختي شيماء؟ تري شنو السبب؟ تنين شنو السبب أختي؟ ماكو سبب واحد هو فقط أختي، صدقي الشيطان أقوى منا، الشيطان أقوى من عنده. أنت لازم يصير عندك إرادة قوية، إرادة من حبا لله وحبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لازم تتخيلين. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وكوني قوية سباقة، أول ما يأذن مؤذن قومي توضي وصلي، فهذه الحالة بالصلوات وبالأيام تكونين أقوى من الشيطان. ماشي؟ فأخواني الشيطان يحتاج إلى إرادة قوية. اليوم المسلمين مع الأسف أغلبهم يتلاعب بهم الشيطان بإرادتهم بصلواتهم حتى بألفاظهم بتحرشهم فيما بينهم بالتسقيط واللمز والغمز، فلابد أن تكون لنا إرادة قوية جدا نسحق بها الشيطان. ولهذا أنا دائما أتذكر قول أحد الصالحين عندما يقول: من أراد أن يقف أمام الله تعالى فليصلي، ومن أراد أن يتكلم مع الله تعالى فليقرأ القرآن. فليعلم وليتيقن كل مسلم كل مسلمة أنه عندما يقف أمام الله عندما يصلي فليعلم أنه يقف أمام الحضرة الإلهية، وعندما يقرأ القرآن فليتيقن أنه يتكلم مع الحضرة الإلهية. فنسأل الله تعالى أن يمدنا بفيوضاته، ونسأل الله تعالى أن يمدنا بنفحاته التي تجعلنا أن نعيش بأجواء الرحبية بحضرة الإلهية سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا أخوي منتسب. نعم. وهو يعني يشتغل ورا واحد بالبرلمان يعني بالمنطقة اللي احنا ساكنين بيها. نعم. فقتل تنظيم القاعدة. نعم. وأخوه يصلي ويصوم، هذا نعم. شهيد لا مو شهيد؟ أخوك شنو قلتي لي منتسب؟ إيه. يعني ما متعرض لأي حد يعني ما مشارك بطائل الحرب، ما أعرف شنو صارت هاي الأحداث كلها، هو ما مشارك بيها، هو مجرد حارس ببيت. نعم. يعني حارس على واحد بالبرلمان ببيت.
والله أختي الله يعينك أولاً، وعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. إحنا في زمن فتنة اليوم أختي، وهذا يعني الزمن هو يعني ما أقدر أقول لك إيش سوي بي. لا تقولي لي أبد، يعني إحنا دا نشوف ما شاء الله القتل صار أسهل من شربة القلاص الماي في زماننا. ليش شو سوي بيتنا؟ ليش شنو ذنبنا إحنا لأن الإسلام؟ ليش؟ اسأل الله تعالى يعني أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه إن شاء الله أختي. ادعي له. يعني هذا يعتبر شهيد له مو شهيد؟ بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله. الله سبحانه وتعالى ادعو أن يكتبه من المظلومين ومن الشهداء إن شاء الله. ادعي له أختي، ما يصير تبكي. والله العظيم يا أخي، والله العظيم صايم مصلي. يعني تصور يجي هو راتبه 400,000 ما يكفيه، عنده 5 نفرات برقبة أطفاله. يعني يطلع يشتغل عماله من يجي مناك من شغله وهو صايم. تمام اختي، تمام الله يعينك. وزوجته تقول له افطر، يقولها ما افطر ما افطر، يقول له ادعي له اختي، ادعي له الله يعني يغفر له ان شاء الله ويسكنه في سيح جناته ويجعله من الشهداء. وبشر القاتل بالقتل باذن الله. هذه شرذمات من داعش ومن الميليشيات، والله لا يخزينهم الله تعالى ولا يقتلنهم شر قثلة بإذن الله تعالى. والله يا أخي يأست يعني ما أعرف يقول لك، هذا ثاني واحد ب2006 وواحد هسه. الله يعينك يعني شكرا. الله يصبرك إن شاء الله، الله يصبرك يا ربي، والله يلهمكم الصبر والسلوان يا ربي إن شاء الله. حياكم الله أختي. نعم أبو نور من دوس خرماتو، تفضل أخي أبو نور. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو نور، أنت معي تفضل. حيا من قال. شيخ عندي بالصلاة جاي أصلي. نعم. لو تسمعني، لو تسمعني من الهاتف أفضل. بين فترة وفترة. نعم. ماشي شيخ حياتي. صار عندي شيخ بالصلاة تقطع، يعني أمرار صلاة الصبح ما أقعد لها. يعني اتعاجز يعني اقوم من النوم. فاكثر شيء شيخ عندي من ما اصلي صلاه الصبح واقعد احس نفسي من الصبح مثل المريض ودايخ، و يعني امرار احس نفسي 24 ساعه دايخ، يعني ما اعرف المرض بيه من ما اعرفه. انت تشتغل عندك عمل اخي ابو نور؟ اي عندي عمل يا أخي. يعني ربما الجلوس أو ربما القعود في البيت يعني ربما يولد لك هذه الحالة النفسية أو الكآبة مثل ما يقولون. فاشغل نفسك بعمل، اشغل نفسك بمهنة، اشغل نفسك بشيء، قراءة بشيء. شيخ أنت تتكلم ما أقطع سالتك إلا بخير. فشي يصير عندي، يصير عندي كآبة أكثر الأمرار، وأكثر الأمرار أحس أنه القاعد يمي ما أثر لي. لا هذه ماكو شيء ان شاء الله، هذه ربما حاله نفسيه او شيء يعني بسبب الظروف وبسبب ما شاء الله ما نمر به من ظروف نحسه. اخي انت اولا عليك ان تلتزم باذكار الصباح والمساء، ضروري جدا اخي اذكار الصباح والمساء، وضروري جدا في الصباح تقرا ايه الكرسي والمعوذتين وتنفخ بين يديك وتمسح كل الجسم به، والمغرب نفس الحاله. المغرب ضروري جدا أخي أذكار المساء، وكذلك تقرأ آية الكرسي والمعوذتين. وحاول أخي تقرأ، حاول تشوف شنو مهارتك بأي شيء، علم نفسك أن تعمل حتى لو بعد الدوام بعد العمل مالتك، يعني أي شغلة تلهي نفسك بها. نعم شيخ أنت تحكي تتكلم، أنا حتى بالليل يعني كثر النوم من هذا يصير عندي أحلام، يعني أحلام عندي تجيني بين يوم بس ما أريدك توصل، يعني اللي بس ما أريدك توصل تقول لي أنا احتمال مسحور واحتمال ممسوس. لا إن شاء الله ما أكو شيء أخي، اطمئن. بس أنت هاي الأوضاع صارت أنت أي نعم أخي، قول يا الله أخي لهي نفسك بقراءة قرآن، لهي نفسك بقراءة. اليوم الحاسوب موجود، التلفاز موجود، ممكن في الحاسوب متابعة برامج مفيدة، برامج صالحة، برامج يعني اشغل نفسك بقراءة قرآن أخي، بإجازة قرآنية. يعني أنت إذا في دوز عندنا مشايخ مجازين في دوز، ممكن أخي أن تتواصل معهم وتأخذ الإجازة القرآنية. يعني عيب على مسلم، عيب على مسلم مثلا قراءة القرآن مكسرة ما يعرف،
ماشي، وعيب بالذات على الشباب يعني حتى النساء يعني. فممكن اخي تعلم نفسك وتاخذ يوميا مثل ما يقول المغرب ابعد عن القراءة. لا انا مو على القراءة اقصد، القراءة انت بينك وبين الله، اقصد ان تتقن القراءة على يد ملة، على يد شيخ، على يد طالب علم، تتقن القراءة ويجيزك بإجازة سندها للنبي صلى الله عليه وسلم. اشغل نفسك بهذا الأمر، حشوف انت يعني عندك فراغ نفسي يعني ممكن يأثر عليك هذا التأثير السلبي. حياكم الله. إذن أيها الأحبة فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات. إذا تكلمنا عن المسائل التي تحتاج إلى أجوبة، تكلمنا عن المسألة الأولى هو الغش، وكذلك المسألة الثانية التي يكثر فيها السؤال ويكثر فيها الاستفسارات وفيها اللغط الكثير، ألا وهو بيع القسط، القساط، بيع الإقساط. نحن في كل حلقة كنا أن نتكلم عن هذا الموضوع. إخواني، بيع القسط له وجهان، بيع القسط له وجهان، وجه صحيح ووجه باطل. الوجه الصحيح هو أن تأتي إلى محل وتقول له بكم سعر هذه مثلا الثلاجة، مثلا يقول بمئة ألف نقدا وبمئة وخمسين ألف قسط، أنت راح تقول له خلاص أنا أخذها بالقسط، تأخذ الثلاجة. إيش اتفقت وحددت نوعية أو صيغة البيع اللي هو القسط، أو تقول أنا أخذها مئة ألف نقدا، بديهيا تمام صحيح. هذا الوجه الصحيح. الوجه الباطل الغير صحيح هو أنه يقول لك هذه الثلاجة مئة ألف نقدا وبالقسط مئة وخمسين ألف، أنت شو تقول له؟ ما راح تقول له لا نقدا وراح تقول له قسط، راح تقول له أني راح أخذ الثلاجة وبعدها نتفق بعد فترة طويلة، إما قسط وإما نقدا. هذا البيع لا يجوز، هذا القسط. فحتى نميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن البيعتين في بيعة، عندما نهى عن البيعتين في البيعة نهى عن هذه البيعتين في بيعة، هي التي لم تحدد لها سعران ولم تحدد في المجلس، لها سعران نقدي وفقدي ولم تحدد يأخذ البضاعة ولم يحددها في المجلس، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أزلنا هذا النهي وهو التحديد أننا نحدد نأخذها نقدا أو نأخذها بالآجل، فهذا الأمر صحيح لا ضير فيه أبدا. هذا بالنسبة للأثاث وبالنسبة بيع القسط. في صورة أخرى، شراء السيارات بالقسط. شراء السيارات إذا كان للسيارة سعران نقدي وفقدي، نقدي أو آجل، وتحدد السعر وتقول أخذها بعشرة آلاف دولار، خلاص بيع صحيح بديهيا. أو تقول سأأخذها بالقسط وأدفع كل شهر مثلا 300 دولار وتنجمع هذه الأشهر كلها يطلع نفس السعر اللي قال لك بيه بالبداية، فهذا البيع صحيح ماكو مشكلة. هناك صورة أخرى لشراء السيارات بالقسط، يقول لك سعر ويقول لك سعر آخر بالقسط، ويدخل طرف ثالث اللي هو المصرف، وبالعقد يكتب لك يقول لك أنت كل شهر تنطي 3 أوراق، وإذا عبرت المدة سنة وانت ما كملت الفلوس راح يصير مو 10,000 دولار، يعني مو دفتر، راح يصير دفتر وعشر أوراق في العقد زيادة، فهذا البيع لا يجوز، لأن هذا البيع أخي فيه ربا. يكتب في العقد دائما صيغة البيع. مع اتصال أخي ياسر تفضل. حياك الله أخي ياسر. شو هيك شيخ علي؟
الحمد لله بخير الحمد لله. شيخنا العزيز انا عندي قضيه مهمه اطرحها على برنامجكم. تمام. شيخنا احنا من محافظه وابل. نعم. كنا في ناحيه جرف الصخر. نعم. نعم. كانت ناحيه جرف الصخر عباره عن ناحيه ارهابيه درجه اولى. نعم. ونحن كنا فيها متاذين درجه اولى. هؤلاء الذين دخلوا ما انتم اللي يسموها الميليشيات او ما اشوي. هؤلاء هم الذين خلصونا من داعش، هم الذين انقذونا، هم الذين حررونا من هذه الجماعات الضاله. فهم الدواعش، فاحنا المنطقه جنس الصغار هم دواعش، وانا من اهل المنطقه وكنت اقاتل بهم وتضامنت مع ابطال الحج الشعبي. لما اسمي نفسي لهم ولم انزل عقيدهم الضاله، بل قاتلت وبقينا. فشيخنا ارجو تصحيح من فضلك الميليشيات، هم حشد، هم ابطال، هم ابطال العراق، لا يجوز ان نكون عنهم ميليشيات. صحوا هذا الشيء، لا يجوز. ممكن تسمعني اخي ياسر؟ اخي ياسر عفية عليك، وانا اشكر غيرتك حقيقه، وانا اضم صوتي مع صوتك ضد داعش، انا اضم صوتي معك، بس اسالك سؤال ممكن ياسر؟ تفضل شيخنا. حبيبي ياسر، انت تحررني من داعش، اني معك، والله معك. نعم. زين، المساجد هم داعش تحرقها؟ شيخنا، اني بالنسبه لي جاوبني، جاوبني ياسر، جاوبني. هي معركه، هي معركه لا يجوز ان تستمر. ياسر، يعني ما جاوبني ياسر. هناك دواعش. اخي اخي ياسر، جاوبني. من المساجد كمحصل لهم. ياسر. وانتمون لي خويك عمر كما هو لهم. انا كيف يمكن ياسر ان نحرم هذه المنطقه؟ لابد ان تكون خسائر في البنى التحتيه في المساجد. لكن نحن نحاول قدر الامكان ان نقلل هذه الخسائر. ترى ياسر. ما يصير اخي، انت انا متفقين انا وياك بوجهه نظر، نحن ضد داعش، خلاص متفقين انا وياك متفقين. انت اخي انت تحارب داعش، يقول لي الاطفال شنو لهم علاقه يقتلون، والنساء شنو علاقه يقتلنا؟ زين والمساجد شنو علاقه تهدم؟ لا طفل ولا نساء. والهتافات والهتافات الطائفيه اخي شنو علاقه بداعش؟ لم نمد يدنا على شيخ او كبير او طفل او نساء. لا لا هذا كلام مو دقيق ياسر. نحن هدفنا شيخنا، نحن تركنا ارضنا ومالنا وتركنا كل شيء وضحينا بانفسنا من اجل ماذا؟ من اجل نحرم مناطقكم وهي مناطق العراق. مو انا قلت لك معاك اخي. اخي ياسر. بل انتم يجب ان تحترموا هذا الشيء. ياسر. يجب ان تقدسوا هذا الشيء. عفوا اتمنى ما حد يقطع اتصال. عفوا اخي ياسر بدنا نتناقش وديا الان وياك ياسر. يعني هسه الان خلاص مو احنا اتفقنا ما عندنا مشكله، انت لا تنطيني محاضره، انا معاك اخي، بس قل لي اخي منو يلزم ربعك؟ هاكو كبير عندكم يقول له يابا يا صبي انت لا ظل تحرق مساجد، تعال يا ويلي جره من ياخته، يقول له لا ظل تحرق مساجد وتقتل الناس بحجه داعش، عندكم كبير لو ما عندكم؟ متواجد الميدان وهاي القيادات بإشراف مباشر من على القوات الحج الشعبي. ليش ما تنهي؟ ليش ما تنهي؟ كما تقول. أخي أخي بس ما أنا أخذت الحرق لكن لم يتحركم على الحرق. أخي ياسر هذه القيادات ليش ما تنهي تقول لا تقصفون قصف عشوائي؟ تقول لا تقصفون قصف عشوائي، تقول لا تتعاملون بالطائفية، يخلي تعلم الجنود، خلي تعلم الميليشيات اللي طالعة عن القانون. لا تقصفون قصف عشوائي، هناك مناطق فاقدة بالكامل، أهلها نزحوا بالكامل، هي فارغة من السكان المدنيين. يعني هسه تقصف. يعني هسه الموصل هسه الموصل ما بها عزل، ما بها مدنيين. يا شيخنا، نحن من الميدان، نحن من الأرض نتكلم، لا نقصف قصف عشوائي، ولا ندع الناس بمدنيين. ياسر اسمعني ياسر. نحن حمايتهم، المساجد التي حرقت، نعم، وجدنا فيها عتاد وأسلحة وقلم، شيخنا مدن مفخخ، أنا اخي من قال فيها سلاح وعتاد اخي؟ لا هذا كلام مغلوط اخي، واذا كان فيه سلاح وعداد خلاص جزاكم الله خير عافيه عليكم، لزمتوا الاماكن الاسلحه والعتيده، ايش له علاقه بيت من بيوت الله يهدم؟ اخي الكريم انت ربما صادق، انت صادق في داخلك، وانا قلت معك اضم صوتي الى صوتك ضد داعش القتله، وفي نفس الوقت اخي يجب ان تضم صوتك مع صوتي ضد الميليشيات المخربه التي تقتل وتهدم المساجد وتهدم البيوت على ساكنيها العزل. أخي لا نريد أن نصرح أكثر، والله داعش ما قاعد يقتلون أخي، والله داعش ما دا أقسم قسم مغلظ
داعش لم تقتل لا في تكريت ولا في الفلوجة ولا في الرمادي، الذي يقتل هم الأبرياء. وأنا أتحداك خياسر بهذا البرنامج أن تأتيني بجثة داعش في تكريت قتل، عندما زعم أن تكريت حررت ائتوني بجثة داعش أخي، ائتوني وينهم، وين تبخروا أخي. ولهذا أخي عندما دخلت أخي حرقت الأخضر ولي اليابس. أخي أنتم لا تتفاهمون، لا تستطيعوا ولا تريدوا أن تتفاهموا مع أحد. ولهذا أخي تقتلوا بالعشوائية وتقصفوا بالعشوائية وأصبحت داعش هي الشماعة. فأنا أخي معاك ضد هذه الأسماء، ويجب أن تكون معي ضد الميليشيات وأفعال الميليشيات المخربة. نعم، معي اتصال. السلام نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشوفك شيخي. الحمد لله، حياكم الله. ممكن أسأل سؤال شيخي؟ أي نعم أخي، ممكن أكيد. قبل 20 سنة يعني فدومي كانت مخلي أمانة عد واحد. نعم. بعدين هي توفت، كان وقت يعني وقت يعني الألف دينار الأصلي. نعم. كان ألف دينار أصلي من المبلغ. أنت مخلي أمانة؟ أخي ياسر. أنت مخلي أمانة يم أحد؟ إيه أمانة، أمي مخلدت مخلي أمانة عد واحد. نعم. هي ألف دينار أصلي بس. نعم. فهو مصرف وقته كان جديته يعني هيجي. إيه شنو السؤال؟ فهو يسع قبل سنة قبل مليون دينار أصلي عراقي. المبلغ إيش قد كان؟ ألف دينار قبل؟ كان ألف دينار أصلي قبل. باو علي. أصلاً. انطى أمانة لو دين انطاه إياه. أمانة هي. إذا أمانة أخذ أخي يأخذ الأمانة نفسها، ألف دينار ألف دينار يأخذه، إذا باقي الأمانة بعينها يأخذ الأمانة نفسها. هي وقتها كانت ألف دينار أصلي، فهو مصرف بيها وقتها. ها يعني اللي مخلي الأمانة يمه مصرف بيها؟ إيه والدتي مخلي الأمانة يمه مصرف بيها يعني. هو طبعًا أولًا لا حق له أن يتصرف بالأمانة إلا بالإذن، هذا أول خطأ. زين، هذه الأمانة من صرفها اللي ألف دينار قدر يشتغل بيها، يكون نفسه بيها، يحصل بيها؟ إيه نعم حالته ما شاء الله حيل زين يعني. إذن أخي طبعا سؤالك كالآتي جوابك أخي، أول شيء الأمانة ترجع نفس الأمانة نفس العين ترجع لصاحبها ولو بعد 30 سنة 40 سنة إذا كانت موجودة. أما إذا كان المؤتمن متصرف بالأمانة، طبعا هذا ما يجوز أن يتصرف بالأمانة إلا إذا أذن له صاحبه. فإذا أخي ما عمل بهذه الأمانة من فلوس أخي يتصالحون فيما بينهم، يرجع له الفلوس يعني، إذا أخذها من غير إذن يرجع له أخي الفلوس يعني اللي شلون يقول اللي ربح بيها واشتغل بيها، أو يتفاهمون على صيغة نسبة بنسبة يتراضون فيما بينهم يعني. نعم يلا، إذا بقى انتهى الوقت الكنترول، بقى سؤال أجيب أخي خالد. أول سؤال اتصل بي قال أنا من الموصل نازح وأقبل يد أبي أو أحد الكبار في السن، هل هو حلال أم حرام؟ نعم أخي خالد، انطلق إجماع العلماء وإجماع الأئمة الكرام أن تقبيل اليد للرجل الصالح، للرجل العالم، للأب، لكبير السن، للأم، ربما للأخ الكبير، هذا أمر جائز ولا إشكال فيه، عكس هذا تنزله منزلة عظيمة. وكذلك نرى أن بعض الصحابة عندما يأتون لمعاذ أو لابن عباس كانوا يقبلون يده، بل البعض كان حتى يقبل قدميه، كان يقولون هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقر علماءنا. ولهذا أنا أتشرف نفسي شخصيا أن أقبل يد عالم أمثال شيخي الشيخ محمود عبد العزيز وأمثال الجهابذة والمشايخ الموجودين، بل أتشرف أن أقبل حتى أقدامهم، لأن منزلة العالم منزلة تختلف عن كل المنازل. هذا العالم خصه الله بالعلم، وكذلك الصالحين الله تعالى خصهم بالصلاح، فلا بأس أن نظهر لهم هذه مثل ما يقولون تقبيل اليد أو تقبيل الرأس، فلا ضير أبدا، بل أنت مأجور على هذا التوقير والله أعلم. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام البرنامج
أن يتجاوز عنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم وحّص صفنا واجمع كلمتنا، اللهم واجمع شتاتنا يا رب العالمين. اجمع شتات أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع شتات أمة سيدنا محمد. اللهم وحّص صف العلماء، وحّص صف المشايخ، وحّص صف الدعاة، وحّص صف العوام خلف علمائهم، خلف دعاتهم، خلف مرجعيتهم يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، بهذا اليوم المبارك، بهذه الساعات المباركة، ندعوك لا تتخلى عنا يا رب العالمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن أهل العراق، اللهم خلص أهل العراق، اكشف الغمة عن أهل العراق يا رب العالمين. اللهم تخلى عنا القريب والبعيد، اللهم تركنا القريب والبعيد، وما بقى لنا إلا أنت يا رب العالمين. فلنا ركوعنا لك وسجودنا لك وصلاتنا لك ودعواتنا لك يا الله، فلا تتخلى عنا يا رب العالمين. نحن عبيدك يا الله، نحن عبيدك ونتوسل بك يا أرحم الراحمين. أعد النازحين إلى ديارهم، أعد النازحين إلى بيوتهم، وخلصهم من غربتهم، وخلصهم من غربتهم يا الله، وخلصهم من ذلهم يا رب العالمين، وخلصهم من احتياجهم يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، ويا من إليه المشتكى والمرتجى وإليه أمر الخلق عائد، هيئ لنا فرجا قريبا يا إلهي لا تباعد، وعلى العدا كن ناصرا لا يشمتن بنا الحواسد، فعظيم فضلك يستعان به على الزمن المعاند. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المعين لكل من ناداك. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد ناداك، وإن يك يا مهيمن قد عصاك، فإنه لم يسجد لمعبود سواك. نسأل الله تعالى القبول. أيها الأحبة، ما كان من صواب فهو من الله ثم ممن علمني، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن أتجاوز عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.